تعالى نعمل سوا old money makeup. I mean شفتوا البشرة؟ I'm obsessed. خلينا نبلش، بس قبل سر. فأول شغلة حواجبهم ديفاين، مرسومين رسم، مش مشغولين مش شي، بس مرسومين. ف دايما بلشوا من الارك تبعول الحاجب ونزلوا، لانه بيكون اكتر شي الفرشاه بعد فيها برودكت، وبعدين فوتوا لجوا، هيك بيكون very natural. صار لزمان مش عامله حواجب هيك. So I'm skipping foundation. I know they're supposed to have this flawless skin وهيك، بس انه for me I don't really like to use foundation. ما كتير بحبه. Plus I do think my skin is flawless. I work on it to make sure that it is the healthiest this gonna be able to be today. Okay, فرح نحط concealer. I was not gonna use it لو I wasn't filming this look. ما بتستعملوا concealer كتير فاتح، بتكون تتركوه natural، لأنه that's the whole vibe that we're going for. لأنه بالنسبة لها هيدا شوي thick، استعملت معه الألياك Prime Glowy Serum، خلطتهم مع بعضهم تهيك يعطوني شوي أكتر of a natural and more hydrated consistency. رح ناخد فرشاة كتير صغيرة، هنحط فيها البرونزر. We're gonna chisel our cheekbones. هلا مع Charlotte Tilbury بدكم تكونوا كتير سريعين لتعملوا بلند، لأنه هو it is kind of a mix between cream and powder. The consistency تبعوله بتبلش كا كريم وبتنشف كا powder، فبدكم تكونوا سريعين وإلا راحت عليكم. بس مش معقول شو حلو عن جد، one of my favorite bronzers. فلأنه ما بدنا يصير في creasing تحت العيون، نثبت عيوننا بس فقط لغير. Essence banana powder, one of my favorite under eye setting powders. ولباقي وجهنا ما في لزوم نعمل baking أو to set it very heavily. Very lightly we're gonna set it. أنا الصراحة ما حبيت هالشي، بس أوكي. Highlighter هون. بالنسبة لي هذا كتير قريب على التي زون، فكتير بسهولة فيكم تشوفوه كمزيت وشكم بدل ما يكون مضوء. بس أنا it's okay. هنجربها. هنزيد الكمية شوي. هنحط a neutral cream blush. Rose ink. كتير حلو اللون. أنا يمكن كترت موضع هذيك السفنجة ما بتلقط دغري. Setting spray. Bronzer على eyelid. Eyeliner هيك مثل تخين، بس مش هالتخين يعني. It coats your eye in a very beautiful way. هيك بيمشي مع مجرى عينكم، فيكم ترفعوا قد ما بدكم، بس انا الصراحة طلع بالي تخنوا شوي. I want that old money makeup بس slash mean يعني. ف a little bit thick liner gives that vibe. الماسكارا بتعطيكم هيك وسبي افكت، واذا بدكم تركبوا رموج ركبوا رموج هيك وسبي. دايما هن عندهم هيدا ال هيك متل كيوبيدز بو، it's emphasized، you overline the cupid's bow، وكمان بيكون هيك عروز، هيك لازم يكونوا مبرومين منيح، و obviously overline on the bottom. I don't recognize my lips. اوكي ما بعرف اذا حابه هالشي او لا، حسي حينفجروا. I'm not liking this. بس okay لحد هلا I'm not liking it. I might like it، بس انه I'm not doing that all the time للأكيد، بس انه it's nice to change. رح نزيد شوية زهر، انا هو مفروض يكون اكتر على زهر، بس انا كتير حسيته زهر و I'm middle eastern فكتير زهر obviously. لا إذا مش مايل على بيتش أكيد لا، ما تكتروا كتير منه، جربوا تركوا يصير نيوترال أكتر. ما بعرف هلا قدام بين عليكم هون، بس على مرايي عندكم هلا براون روزي كولر، و that's what you wanna go for. إذا بدكم فيكم تتركوه هيك إذا بدكم more of a clean style، بس أنا personally I wanna try the whole thing، فرح زيد عليه. فيا that's the final look.
I mean, to be honest, I think I'm gonna be doing that a little bit more. I really miss هيك that kind of style. صار لي زمان مش عملته وكثير هين. يعني نحن ممكن أنا شخصيا ممكن يطلع نفس الشيء بس كتر steps أكتر. بس صراحة لا كثير عجبني الجلد, كثير عجبتني. I'm liking this. So شو قولوا لي شو رأيكم فيه و I hope you enjoyed it. Well, don't forget to follow for more content like this.